يا رب تطلع القهوة بقى. يا بيك أحلى. اشتغل تاني، اشتغل كنت اشتغل قهوة، هات القهوة بقى. بعمل ايه؟ لا ما اشتغلش. كسلت. طب ايه قصتك؟ مالك؟ اشتغل بقى اشتغل. بس ديو 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 فكرة القهوة سخنة مش راضية تطلع. وبعدين هنعمل ايه؟ عايزين نشرب قهوة. شاي. استنى استنى خلاص خلي القهوة. يا مارين لازم نشرب قهوة. طلعت انا بشوف زي كده السرور وبقى احنا مش ضربنا بالمج. هنجيب واحد تاني بس مش عارف هنجيب تاني هيعمل زيه. هضرب بالمعلقة شوية. كشفت فصل ولي. يا شبفت سمبلولي خمسات. بلك كشفت. طب وبعدين احنا عايزين نشرب قهوة يا يوسف. نشرب قهوة. نشرب مرة. ايه؟ نشرب مرة. طب اصبر. طب اشرب قهوة. انا ولدت ده. بقول لك ايه، تيجي نشرب القهوه على كده؟ حرام والعيب والله. يلا يلا ليا لسه ليك يا رحمه. اما احنا بنحطها على النار ليه؟ عشان كانت كل سخنه. سيكا سيكا ايه يا عم؟ يلا باللبن يعني لازم تغلي. بص احنا بنتحرك 10 مرات هنشتغل على طول. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هنشد الكلب. طب نقلب الفيشة. طب مهرب شغل ايه؟ القهوة طالعة. يلا بقى تاني تاني. كمل الشمال كده. عادي. شايف كده؟ عادي مش حرام ولا سخنة فيك ايه؟ لازم تحلل وتلهلل بقنا؟ أكيد لا. كلامك صح يا يوسف، أنا هشرب القهوة، والله أنا شارب القهوة على كده. أقفل الفيديو؟ لا شغل القهوة، صور القهوة وهي بتتعمل. هو انت مش عايز تشوف القهوه اللي انت هتشربها؟ هو انت هتشربنا قهوه اسمها يا سنتك بيضه؟ انت هتشربنا قهوه مش مغليه وكمان مش عايز تصورها سنه بيضه؟ ده بس بتاع البن تحت. يديني ولا تديني بعدين؟ طب دي هنقلبها قبل ما تشربها ولا ايه؟ لو سمحت اشرب منها كده ولا ايه رايك؟ فرط الغرب ايه؟ ما هي اصلا مش سخنة. على مهلك. جميل قوي. والحلبة صبعك جميلة. والحلبة صبعك يعني سخنة. شكرا لك يا وش، شربتنا القهوة.